السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي في الله، إخواني في الله، إن شاء الله سوف نكمل حديثنا على موضوع في غاية الأهمية، وهو إيه؟ لابد من لعن الظالم. والنهاردة سوف إيه نتحدث عن إيه ذلك الموضوع وهنكمله. هو ايه ان عنوانه ايه؟ الرحمة اساس ايه الدعوة. عنوانه الرحمة اساس ايه؟ هل الرحمة اساس الدعوة؟ طبعا ايه المسلم ايه الحق بيدعو للايه؟ للاسلام، وبيأمر بالمعروف وينهى عن ايه المنكر. وطبعا ايه الرحمة ايه معروفة، سيدنا محمد كان رحيم وكان رؤوف، ولكن في ايه في موضعها، يعني ايه لو الرحمة استعملت بطريقة ايه يعني كثيرة بتفسد ايه الناس، ولو كان الشدة ايه كثيرة بتفسد ايه الناس، فلازم يكون في توازن بين الشدة وبين ايه الا الرحمة. فيقول الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة إيه للعالمين، ويقول إيه سبحانه وتعالى إيه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فقال إيه يعني قال إيه سيدنا إيه أبو هريرة خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى إيه يدخلوا في الإيه في الإسلام. يعني أنت فعلا لو بتحب حد فعلا وأنت رحيم عليه وبتخاف عليه مش هتسيبه في الطريق الضلال، حتى لو أنت هتأيده بسلاسل وهتبقى شديد وغليظ عليه هتنهاه وتحاول إيه تاخده لطريق الاستقامة وطريق المستقيم، وتحاول إيه تكون إيه له ناصح وأمين وإيه وشديد عليه في بعض الأحيان إذا كانت الشدة إيه هتجيب إيه نتيجة. لان انت ايه يعني إيه تخيل انت حد انت بتحبه في الدنيا وعارف انه هيخش النار في الاخره ايه الى ما لا نهايه، يعني نارا مخلدا فيها، وانت ايه بتقول انا بحبه وبخاف على احساسه والدين لله والوطن للجميع والكلام ده، وانت ايه ما بتدعوهوش للاسلام او بتنصحه او بتوجهه ايه للطريق الكويس وبتبين الايه الخطا اللي هو ايه عايش فيه، يبقى انت ما بتحبهوش، يبقى هي مجرد يبقى انت ايه ما بتحبهوش زي ما انت ايه بتقول. ولم تفارق النبي الايه المعلم صلى الله عليه وسلم رحمته، بل كانت تلازم إيه دعوته من أول يوم، وينادد بآلهة المشركين ويعلن بأنها لا تنفع ولا تسمع ولا تضر ولا تدفع، ويضلل آباءهم ويسفه أحلامهم حين احتجوا لما يصنعون بما كان يصنع أولئك الآباء الذين لا يعقلون شيئا ولا إيه يهتدون. ويشد النبي صلى الله عليه وسلم احيانا ايه في دعوته ويعلو في نبرته حتى يحمر وجهه وتنتفخ ايه اودجه. وكان ايه يعني ايه سيدنا محمد ساعات ايه كان بيلين ويبقى زعلان ايه، وكان حاله ايه بيقول ايه يا ليت قوم ايه يعلمون. فان للشده ايه في ظل الرحمه موضعا، لو جعلنا اللين فيه بدلا لم يبقى للرحمه معنى او جدوى، كما أن للين موضعه في ذلك الظل الظليل. والشعر طبعا بيقول من الحلم أن تستعمل الجهل إذا اتسعت في الحلم طرق المظالم دونه. يعني الواحد إيه لو إيه لو ساعات المظالم بتكتر والناس بتفسد و فانت لازم تستعمل الشدة بحيث يبدأ يعني يتبعوا الطريق الإيه المستقيم. وده بيحصل حتى في الأنظمة، يعني حتى في الأنظمة اللي دلوقتي العلمانية أو الليبرالية، لما بيحصل إيه يعني أي مشاكل بيعملوا إيه قوانين ومشددة وأحكام عرفية وإيه ويعني وبيبدأوا إيه يعملوا إيه عقاب إيه يعني متصاعد، مثلا إيه أنت لو إيه عملت السرعة مرة غرامة كذا، لو عملتها تاني مرة يبقى الغرامة أكتر فأكتر، لو عملت جريمة مرة التانية التالتة إيه الجريمة إيه العقوبة بتزيد. فإيه ده إيه حتى إيه معروف، حتى إحنا إيه البشر إحنا إيه عارفين إيه كده، عارفين إن بعض الناس
او كل الناس يعني عموما ايه لازم ايه تخوفهم علشان ايه يتبعوا طريق الايه المستقيم. طبعا برضو ايه يعني لازم يكون برضو ساعات في ايه شده يعني مش على طول لين 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 يعني كما يقول الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقال تعالى ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم. يعني انت بتدعو كويس وتمام الا الذين ظلموا بقى ايه يعني لازم تغير ايه نبرتك وتكون ايه يعني تبدا ايه تظهر ايه يعني تظهر الايه الجانب السيء منهم والمظلم وايه ومفاسدهم. وطبعا ربنا برضه بيقول ايه والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون. يعني لو المسلم اصابه باغي وبطش وحد ظلم ولازم هو ايه ينتصر ايه وياخد ايه حقه. لما يجي بقى الحق عنده ممكن ايه يتنازل عنه او ما يتنازلش بس لازم ايه ينتصر لحقه وياخده وايه ولما يجي في ايديه ممكن ايه يسامح او ايه ما يسامحش بس مش ايه مش وهو ايه مغلوب وايه ومداس عليه بالجزمه وهو تحت في الارض ونايم وايه ومهزوم ويقول لك ايه ده انا ايه طب انا سامحتك يبقى ده هو ايه دي مش مسامحه ديت ايه تعتبر ايه هزيمه. وربنا برضو سبحانه وتعالى بيقول ايه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم إيه تتقون. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم متناقضا مع نفسه هو الرحمة المهداة حين سمل أعين الغادرين من قبيلتي عقل وعرينة وقطع أيديهم وأرجلهم وتركهم وهم على هذه الحال في الشمس يستسقون الماء فلا يسقون ويستغيثون ولا يغاثون حتى ماتوا جزاء وفاقا وإلا لعم الفساد وأمن العابثون فتجرأ فزالت الرحمة من المجتمع. إن هؤلاء قوم أفسدتهم الرحمة فحقهم إيه أن يحرموا إيه منها جزاء وشفاء وحماية إيه للناس. ولنا طبعا ايه عبره برضو بسيدنا عثمان ابن عفان لما طلع عليه الايه الخوارج والمنافقين وبعض الكفار اللي هم ايه يعني يعني ايه دخلوا في الاسلام يعني وتخفوا يعني وقالوا ايه ده سيدنا عثمان ده ظالم ده عين اهله ده حرف القران ده حرق القران عملوا عليه اكاذيب وقعد معهم منافده كله وكان ايه رحيم معهم الى ايه اقصى شده يعني خد رحيم معهم الى اقصى ايه درجه ولم يشد إيه عليهم رغم أن سيدنا إيه معاذ بن أبي سفيان إيه طلب منه أنه يبعث له جيش للمدينة. المدينة كان إيه ما فيهاش إيه حامية إيه كبيرة كان معظمهم إيه بيحارب وهم جموا بقوات حوالي 3000 واحتلوا المدينة. وفي الآخر سيدنا إيه عثمان كان رحيم معاهم لو كان إيه يعني قطع رؤوسهم وجز إيه رؤوسا قد أينعت وحان قطافها إذا نجنب الأمة إيه أنهار من الدماء وفتنا عصفت حتى كادت تأتي إيه عليها لازلنا إيه نلعق جراحها ونعاني آثرها ولا سدى إيه الأمن وعمت إيه الرحم. سيدنا عثمان إيه مسك إيه قتلهم كده زي ما سيدنا الحجاج بن يوسف الثقفي كان شديد على المنافقين والخوارج كانت الأمة إيه يعني إيه كان إيه كان يعني إيه طبعا أنا بقول لو بس إيه دي من عمل الشيطان ولكن إيه إحنا عشان إيه بنذكر التاريخ عشان إيه نتعلم إيه منه. فلو سيدنا عثمان كان إيه قتل هؤلاء إيه الرؤوس الإيه الخوارج دول اللي طلعوا عليه كان حمل الأمة يعني إيه من ذلك حتى لو قتلهم جميعا 3000 دول كان مسكهم إيه قتلهم جميعا كان حمل الأمة من إيه من أنهار من إيه الدماء. لأن إيه بعد كده حصل إيه فرقة في الأمة ومات عشرات الآلاف مش 3000 بس مات عشرات الآلاف بسبب حروب إيه داخلية وفتنة داخلية ومات عشرات الآلاف بل ممكن إيه تقول يعني إيه 100,000 أو أكثر معارك كتيرة وسيدنا إيه علي إيه خاضها بعد ذلك وإيه هنا وهنا يعني مات ايه عشرات الالاف بل ممكن يكون فوق 100,000 واحد ايه ماتوا من الايه من المسلمين عشان انت ايه كنت ايه لطيف وجميل وما اخسش بالشده مع هؤلاء الايه المنافقين والايه والخوارج قلت ايه ناخدهم بالرحمه وباللين والاسلام دين الرحمه واللين وهم هيرجعوا هم ايه وهم للاسف ايه كان حقهم ايه قطع ايه الركوب. طبعا ايه الفرقان طبعا الايه
احنا عارفين الايه القران معروف بالفرقان انه فرق بين الحق ايه والباطل، وعارفين دايما ان الحق ايه له عينين، اي حق له عينين، انت بتظهر الايه الجانب السيء والجانب ايه الخير، وله ايه جناحين، الحق له عينين وجناحين، دايما بيبقى له ايه جانب ايه بتبين الطريق الضلال والطريق الايه السيء، وفي لما الاخرى بتبين ايه طريق النور والحق وكده، عشان ايه الانسان ما يروحش ايه يعني ينحرف لطريق الايه، ولكن ده طريق برضو امشي فيه. ما انت لو قلت الاسلام ده ده كويس وتمام وما لا تتحدث عن الايه الطرق الاخرى او الاديان الاخرى او اي او الشبهات الاخرى، الناس ممكن تاخذها وتقول لك ما هو ايه ما هو الاسلام ما حرمهاش، انا ممكن ايه ابقى امشي شويه اروح ايه ابقى هنا شويه ولا هنا شويه امشي في الطريق ده شويه او اعمل الحاجه دي، انما الاسلام كان ايه كان شديد، وتلاقي الاسلام ايه يعني سمح بحاجات وحرم ايه حاجات. وطبعا الاسلام كان ايه كان شديد حتى مع الايه يعني كان حتى مع اهل الكتاب كان شديد ايه عليهم، حتى ان هو ايه يعني كفرهم، وقال سبحانه وتعالى يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما انزل اليكم من ربكم، وفضح ايه احبارهم برضو وقال يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس ايه بالباطل ويصدون عن سبيل الله، وبرضو فضح جمهورهم وفضحهم ايه اللي هم عامة الناس يعني اللي اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا ايه من دون ايه الله، إن اللين وحده ميوعة لا تليق بالجادين ولا تنبغي لحملة قضية صدقوا في حملها وجدوا في تبليغها ونقلها، إنما ذلك شأن الأدعياء الذين نظروا الدين لأنفسهم وليس أنفسهم للدين، الذين نظروا الدين لأنفسهم وليس أنفسهم إلى الدين كما يدعون، وإن الشدة وحدها غلظة وفظاظة تعبر عن عوج في النفس وضيق في الأفق لا يليق بمن سمت غايته ولا ينبغي لمن عظمت قضيته، وإن هذا الدين متين فأوغل فيه إيه برفق. طبعا برضو الله سبحانه وتعالى إيه بيقول إيه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له، زي ما أنا قلت إيه الحق له إيه جانبين، يعني إيه أنت بتكفر وبتلعن الظلام بالطرق الأخرى وبتؤمن بالله سبحانه وتعالى وبتمشي في طريق، يعني بتكفر بطريق بتسيب طريق وبتكفر بيه وبتبقى عارف إن ده طريق غلط وبتختار إيه طريق وبتمشي فيه وتقول ده هذا إيه هذا الصراط الإيه المستقيم. فربنا بيقول فمن يكفر بالطاغوت، يعني ربنا جعل الكفر بالطاغوت هو إيه جزء من الإيمان بالله حتى مقدم على الإيمان بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. طبعا ايه القران ايه مرجعنا والايه وسنه الرسول والايه والانبياء والرسل هم ايه مرجعنا، اي شيء تاني بيبقى راي، انت مجرد راي، انما المفروض احنا بنتبع ايه القران والايه والمنهج الايه الرسل والانبياء كما ذكرهم ايه القران وكما ايه يعني ايه نعلم من سيره ايه الرسول صلى الله عليه إيه وسلم. فبيان الايه الحق كفيل في مثلا في اقوال بتتقال دي بتعتبر راي مش هي الايه مش ما تعتبرش هي الايه هي الفيصل، يعني في ناس بتقول لك ايه مثلا بيان الحق كفيل بزوال ايه الباطل ده راي، اياك وتنفير الناس راي، لا تذكر اباطيل الرافضه او الشيوعيه او الليبراليه او اي شيء يعني ولا ترد عليه ده راي، اذكر لهم من الحق ما لا ينكرون وضع ما سواه من ما لا يقبلون ده راي، ينبغي ان تكون الدعوه لينه وهادئه دائما ده راي، الشده مرفوضه على طول الخط ده راي، بدل ان تلعن الظلام اشعل شمعه ده راي، وتسميه هذا كله حكمه راي ايه كذلك، انما ايه الراي او ايه بقى الايه اللي هو الراي الفصل هو ايه منهج القران وسنه الرسول ايه الصحيحه صلى الله عليه إيه وسلم. طب المنهج القراني بقى في ايه في الدعوه واحداث التغيير الاجتماعي، من مزايا المنهج القران او والسنه المطهره ان الايه الوضوح والثبات القطعي، يعني تلاقي الايه المنهج للدعوه ثابته وواضحه وفي ايات كتيره وقصص ويعني واضحه، يعني
ليس فيها مكان ايه للشك او في رايين او راي اخر او احتمال كذا وكذا. هتلاقي دايما مقرره في القران، ودايما القران بيلعن الظلام ويامر باتباع الايه منهج القران. دايما بيلعن الكافرين والمنافقين واليهود والنصارى، كل الاديان وكل كله بقى وقصه على كده. يعني مش لازم بقى يقول لك ده الدين ده بنذكر في القران، ده الشعاله بتذكر في القران، ده مش عارف ايه، هو كله واحد. الثبات والخلود، يعني المنهج القرآني في الدعوة هو ثابت وخالد وهو واحد على مر الزمان، يعني لم يتغير. يعني طول عمر الأنبياء والرسل كانوا دايما بيظهروا الباطل ويحاربوا الباطل ويظهروا الحق، الاثنين مع بعض، مش يظهر الحق وخلاص ويدعو للايه لعبادة ربنا، ولا يذكرون المناهج او الاديان الباطله، بل كانوا يذكرون الاديان الباطله ويفضحونها مع الدعوه للايمان بالله سبحانه وتعالى. برضو العموم، يعني المنهج القراني والسنة المطهرة الصحيحة بتتسم بالعموم. لقد واجه الأنبياء عليهم السلام بهذا المنهج أديان مختلفة، المنهج القرآني كما ذكر الله في القرآن واجهوا به أديان مختلفة. واجه النبي صلى الله عليه وسلم أديانا ثلاثة، اليهودية والنصرانية والشرك، ومع النفاق الذي يمكن تصنيفه على أنه دين رابع. إن بين هذه الأديان اختلافات جذرية، وبين أهلها بعضهم مع بعض كذلك، لكننا حين نتابع المنهج في سورة في سور القرآن وآياته التي اختصت بعلاج أي دين من هذه الأديان نجده واحدا رغم تلك الاختلافات بين الأديان وبين الأعيان. وإذا فحين نعرض للمنهج في تعامله مع اليهود والنصارى والمشركين وكذلك المنافقين كلنا على حدة من خلال الصور الأربع، البقرة، طبعا البقرة ذكرت اليهود، وآل عمران ذكرت المنهج في في دعوة النصارى أو المسيحيين، والأنعام اللي هو المشركين، والتوبة هي ذكرت المنافقين، التي تعبر مختص تعتبر التي تعتبر مختصة بالتعامل مع هذه الأديان على التوالي. فإنما نستخلص منهجا عاما للتعامل مع جميع الأديان والفرق التي جانبت الصواب وضلت الطريق، وليس منهجا خاصا مقتصرا على من سبق ذكرهم. فإذا خرجنا مثلا إلى المجوسية أو الزنطاقة أو البوذية، كان علينا أن نبحث لها عن منهج ملائم غير المنهج القرآني الذي نجده هو مع جميع الأديان التي واجهها الأنبياء على مر التاريخ. إن هذا الثبات مع هذا التنوع والاختلاف دليل واضح على العمومية، كما أن القاعدة الفقهية الأصولية التي تقول إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب صالحة التطبيق هنا. يبقى لذلك كان المنهج ده نفسه في مكة المكرمة في المدينة، الصحابة لما يعني راحوا أوروبا أفريقيا آسيا، كان المنهج هو واحد وهو المنهج ثابت على مر التاريخ والعصور. ليه بقى المنهج ده ثابت؟ يعني اولا ان الباطل واحد، يعني الباطل مهما اختلف في ظاهره وفروعه وتفصيلاته، وحتى يعني تلاقي كله متشابه مع بعضه، حتى لو مختلف من قوم الى قوم ودين الى دين، يعني هو واحد في حقيقته وجذوره ومرتكزاته. الباطل هو يعني لما تيجي تفتحه تلاقيه يعني ما بيختلفش كتير. الباطل هو باطل، اي باطل، اي نوع، اي باطل. ثانيها بقى ان البشر مهما اختلفهم اختلفوا في اللون او الزمان او السن او هنا او هنا، فتلاقيهم واحد في تركيبه النفوس، يعني التعامل مع مع نفس البشريه واحد. حتى لو من الاف السنين، ودلوقتي امريكا في افريقيا، هنا متعلم جاهل، هتلاقي تركيبه البشر واحده ونفس البشريه واحده للتعامل معها بمثل المنهج القراني. مش مثلا هنعامل بتوع افريقيا بطريقه وبتوع أمريكا بطريقة، هنعامل زمان كان بطريقة دلوقتي بطريقة، إنما النفس البشرية واحدة وثابتة. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأكثر الله من أمثالكم. نرجو أن تدعمونا بعمل إعجاب للفيديو،
الاشتراك في القناة، مشاركة الفيديو حتى يشاهدوا أكثر عدد من الناس. لو ليك أي تعليق أو استفسار يمكن كتابته بالأسفل. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصرهم نصر عزيز مقتدر. اللهم اشف مريضهم واطعم جائعهم. اللهم عليك بالكفرة والمنافقين يا أرحم الراحمين. وفي رعاية الله أحبابي في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.